هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر. كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أن زمان الصابر على دينك القابل على الجمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذا ما الغرباء؟ من الغرباء؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس. الوقت الآخر يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50، لأنهم يجدون أعوانا وفي أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام ونشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس.